مشاهدينا مساء النور عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. بداية كنقول لكم عواشركم بركة مسعودة، تنعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية وكل ما كتمنوا. أكيد أنه هذا العام عشنا رمضان وعشنا العيد في أجواء اللي ما تعودناش عليها، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش على أنه نبحثوا في الإيجابية في وسط هذا الشيء كامل. لهذا الغرض اليوم وحنا حديثنا على أجواء اللي عايشناها لأول مرة، يمكن جيلنا وجيل أبائنا أيضا، وحتى الأجواء اللي كيعيشوها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، صدفنا اليوم معنا طبعا الحال ضيفات اللي معاهم غادي نفتحوا النقاش بيني وبينكم. هم ضيفات اللي عزازات عليا بزاف، ما عرفش الحلقة كي غطلع، المهم داكشي غيكون سبونطاني وما فيش تكليف كيف ما غتشوفونا على طبيعتنا في حلقة اليوم. وغادي نمشي مباشرة نرحب بالضيفات ديالي، وغادي نبدا من تركيا. غادي نرحب بمجدة الجندي، مصممة أزياء بطبيعة الحال. مرحبا بك مجدة. مرحبا بك لاله سكينة، مرحبا بكم حتى نتوما، ما ربي يخليك. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله. الله يحفظك، وعيد مبارك سعيد. رمضان سعيد. مرحبا. عيد مبارك سعيد. مرحبا مرحبا. صراحه والله ما كانش خاوب رمضان، داكشي علاش كنبقاو رمضان مبارك سعيد. اكيد اكيد ما كنسخاوش بالاجواء الروحانيه بطبيعه الحال ديال شهر رمضان، وان شاء الله ينعاد علينا العام الجاي وحنا في احسن الاحوال يا ربي، وتكون بزاف ديال الحوايج تعم العالم كامل. غادي نرحب ايضا من المانيا باكرام فيلانوفا، بطبيعه الحال هي بلوغوز وانفلونسوز اللي كلشي كيتابعها، واللي اكيد انه عندها واحد التاثير كبير على المتتبعين ديالها. اليوم حاضره معنا بالطبيعه ديالها. مرحبا بك لاله اكرام. مرحبا بك الجنة، اهلا، عواشركم مباركه، نتمنى ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وشرف لي انني نكون اليوم حاضره معكم في ميد غاديو. لا يخطيك، شكرا جزيلا لك لاله اكرام، وانا سعيده جدا انه تكوني معنا في هذه الدردشه بطبيعه الحال. وحاضره معنا من المغرب ايضا لاله نزهه الخميري، معالجه نفسانيه بطبيعه الحال، اللي دائما اللقاء معها كيكون ممتع جدا. مرحبا بك لاله نزهه، وعواشركم مباركه مسعوده. الله يطول لي عمرك، وعواشر مباركه مسعوده، وكل عليكم بالصحيحه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، ودائما منوره لاله سكينه، وبرامجك غايه الاهميه. شكرا على الاستضافه. الله يطول لي عمرك بنورك وبفضلك بطبيعه الحال، ولا لا يخطك لاله نزهه. بدايه قبل ما نفتحوا واحد الدردشه، كيف ما تعرفوا حنا عشنا واحد التجربه اللي هي استثنائيه ما تعودناش عليها، او لا عمرنا ما سبق لينا سمعنا بها، وكان عندها تاثير كبير علينا. قبل ما نبداو نناقشوا شي شويه الموقف اللي عشناه، غادي ننتقل عند اكرام. يعني اكرام، المانيا من الدول اللي حتى هي عرفت انتشار ديال الفيروس، وكانت يعني مجموعه ديال الامور اللي تم يعني ظهورها، وبزاف ديال اللحظات اللي كانت صعيبه، وحده اخرى اللي كانت اكثر اهميه، الناس خافت على راسها، خافت على وليداتها، كان مشكل ديال الناس اللي ربما عائلاتهم في المانيا، وليداتهم في المانيا، في تواصل معاهم. يعني التجربه اللي زدنا منها ماشي سهله. داز رمضان بجو اللي هو مضغوط، العيد بجو اللي هو مضغوط، حكينا شويه في الصوره كيفاش كتعيشوا الوضعيه دابا. طبعا غادي نهضر كمغربيه عايشه في المانيا، يعني كان طبعا الخوف، كان الايام الاولى انا كنعقل على راسي من البحر انتشر الوباء وسمعنا في العالم وبدا هادشي ديال الكونفينمون. صراحه الخلعه كانت من جوج جوايه، كانت الخلعه علينا حنا اللي هنا، وعلى المغرب وعلى والدينا وعلى احبابنا وعلى الوطن. وعلى بصراحه دوزت تقريبا الاسابيع الاولى اللي كانت صعيبه عليا، كان الناس اللي كيتبعوني راه غيكونوا شافوا حتى الستوري اللي كنت كندير في انستغرام، وباش نوعي الناس وتنشوف الاب ديالي، انه صعيب باش تقنع انه ما يخرج. يعني هنا في المانيا الناس نقدر نقول ان واعيه بخطوره الامر، كانت كتخرج يعني، والناس متباعدين ما كيقربوش، واحد ما يقربش للاخر. العدد ديال الحالات كنا كنشوفوا بحكم ان حتى الزوج ديالي كيخدم تيصاوب يعني برمجه الوزارات، داكشي ديال قطاعات وزاره الصحه، فكنت كنشوف الاعداد كل نهار كيزيدوا الاعداد، فهادشي كان تيسبب لينا بحال ولينا كنشوفوا. حتى الاعلام زاد عطانا واحد كيفاش نقولوا، الخلعه زادت كبرات هذه الايام الاولى طبعا، ما من بعد شويه بشويه فبدينا شي شويه بحال
بحال كنتعايشوا مع الامر، ولينا كنخرجوا نديروا الكمامه، عارفين بان حاضين راسنا. المهم بصراحه التوتر والخوف في الايام الاولى مشى، ماشي بحال الايام الاولى. دابا ولينا كنعيشوا شي شويه كيف ما نقولوا متعايشين مع الوضع. كنتمنى تكونوا ما كتسمعوش يعني قلت لك بحال تعيشنا شويه مع الموقف اللي حنا معرضين ليه. طبعا تعيشنا مع دابا ولينا دايرين احتياطاتنا، ديري الكمامه كنعقموا ايدينا وكل شيء. مي في الاول نقدر نقول لحقاش رجعتيني لواحد لي زيمونسيون، واحد الاحاسيس ديال الخوف في الايام الاولى، لان كنت متوتره بزاف 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 بالخصوص مني كان بحر ظهر هذا الشيء. ما بكل صراحه الخوف كان طالع بزاف، كنت اللي عاقل راه غيكون شاف حالتي. حتى بكيت، كنت بكل صراحه ما عمر ماشي من النوع اللي كان بكي، مي ديك الايام بكيت وتاثرت بزاف، كنت في قمه الخوف. مي من بعد تحكمت اعصابي. شنو الاحساس بكل صراحه كانوا كيبانوا لي في عينيا والدي الغربه، وبالخصوص ان كيقول لك اللي غيموت ما يمكنش تحضر لي، من طبيعه الحال قطعوا الطيران. يعني كتشوفي لا مرض الاب ديالك ولا الام ديالك ولا واحد من العائله ديالك، كتقولي ناري شنو غادي يوقع، كيفاش غندير نشوفهم، كيفاش. يعني الخوف بكل صراحه انا عشت لحظات ديال الخوف اللي كانت طالعه بزاف. حتى من بعد هذا بديت شي شويه بحال نقول كان مادام ما شفت شي حاله قدام عيني شي واحد من المقربين، فبديت بحال شويه كنت عايش مع الامر وكنهدئ نفسي، وخليت الامور يعني تعالجها الايام والولف بان اوكي هذا واحد الفتره ديال الوباء اللي صعيبه، وخاصنا نديروا احتياطاتنا ونديروا يعني الواجبات ديالنا والاحتياطات ديالنا، اننا من طبيعه الحال ما نجيبوش العدوى للبيت، وفي نفس الوقت ما نخليوهاش تاثر علينا بواحد اننا نوليو عايشين في واحد الخوف واحد الرعب. وكنظن بما اننا اليوم معنا الطبيبه ديالنا، فكنظن انك تعرف بان الناس اللي كيعاني وكذلك من اضطراب ديال الهلع ولا اضطرابات نفسيه ديال الخوف، كانوا من الناس اللي تقدر بهذا الانتشار ديال هذا الوباء هذا يقدروا طلعات لهم درجه الخوف، ومنهم انا اللي من طبيعه الحال كنت كنعاني من كريز دو بانيك. فلوتراك جاني في الاول صعيب، فكان صعيب عليا بزاف انني في الايام الاولى طبعا. مي دابا الحمد لله كل شيء ديال كنت عايشه مع احسن الحمد لله. المهم صدلي حنا كنت غادي ندردشوا اكرام، انا كنشوف ليموسيون غلباتك ياك لاله غلباتني حقاش رجعت داك الاحساس ملي كنت عندها معناها الحاله. برافو الحاله، كنهضر بنفس الاحساس ديال الارتباك اللي كنت كنعيشه في الاول، وكان يوميا كنهضر ابي الفيديو مع مالين دارنا، لان الاب ديالي كان كيخرج لان مولف يخرج يوميا، فكنت يوميا باش نوعي عافاك ما تخرج عافاك، وما كانش مستوعب راه ما كاينه بنتي والو، كاينه موت وحده اللي كاينه. فكنت لقيت صعوبه باش نقنع الاب ديالي وباش نقنع الناس القراب انهم يجلسوا في الدار وكيف. يعني انا كان قلبي مقسوم على جوج، الخوف عليا وعلى عائلتي في المانيا، والخوف على اهلي وعائلتي في المغرب. يعني كان خوفي متضاعف بالنسبه للايام الاولى. حنا مازال غندردشوا في الموضوع بشويه بشويه، نخليك تاخدي واحد النفس، غادي نمشي عند مجده. بطبيعه الحال مجده، انت ماشي بزاف هادي باش انتقلتي لتركيا واستقريتي في تركيا، وبديتي كتشتغلي يعني كمصممه ازياء، بديتي كتحطي الاطار ديالك، ولكن حتى انت بدورك عشتي تجربه بواحد النوع من المشاعر من الاحاسيس ما بين هنا وما بين ليه. واش يمكن لك تقول لنا على ليكسبيريونس تركيا، خاصة وأنه كانت واحد يعني صعوبة في إقناع الناس بأنهم يجلسوا في ديورهم في تركيا. وي أول حاجة أنا المغرب كنت فيه في شهر واحد، دونك ديك الساعة كان يلاه المرض بدا، ولكن كانوا العالم كله مازال إن سون با كونسيون بالحدة ديال الوباء وديال المرض. دونك بحال فهمتي كان بحال داك الأمراض اللي كانوا شحال هادي كيبانوا بحال جنون البقر بحال شي حوايج بحال هذا، اللي كنا كنعتبروا بأنها فترة وغادي تدوز كيف ما داز داك الشيء كله. فالعالم كله تصرف بهذه الطريقة وتعامل مع الوباء بهذه الطريقة، بأنه راه دغيا غيلقاو الحل ودغيا كاين الدواء. اللي خلى أنا كنت قلت لك في المغرب في شهر واحد، من بعد رجعت لهنا غنكمل الخدمة ديالي. ديجا انا يا هنايا صافي با لونطون، دونك شهر 10 باش جيت انستاليت هنا في تركيا، وكنت يلاه بديت الخدمه صافي، دونك شي شهرين ولا 3 شهور باش كنت بديت الخدمه. انا غادي ملي غادي نرجع لهنا غادي يبدا المرض،
احنا هنايا في الاول كان كلشي خدام، دونك حتى فاش المغرب تسدو، حتى في الدول فاش داروا لي بريكوسيون ديالهم، حتى فاش بزاف ديال الدول سدو، هذا تركيا كانت من الدول اللي بقات متاخره باش تسد وباش باش توعي الناس. لذلك فكانت الخدمه مازال كنا كنمشيو للخدمه ديالنا عادي، مازال كنمشيو لي سوبر مارشي، لي مول، لي كافي، ريستورون، كلشي كان عندنا الحياه الطبيعيه. كنسمعوا بالمرض مي كنسمعوا به بانه بحال شي حاجه بعيده وما غاديش توصل لينا، لان تركيا حتى هي كانت من الدول اللي المرض جاها في الاخر ماشي من الدول الاولى، فبالتالي ما تعاملناش مع المرض بالطريقه اللي كان خصنا نتعاملوا معها من الاول. اللي حتى الشعب التركي فهو شعب اللي مولف واحد الحريه كبيره اللي صعيب عليه باش انه يتقبل ان الدوله تفرض عليه شي حاجه، لانه شعب حر وكيتعامل بان مستحيل ان شي قطاع يفرض عليه سلوك معين. فبالتالي حتى التدابير اللي خداتهم الدولة خداتهم بشوية بشوية، لأنه عرفت بأن طريقة باش عايشين مستحيل أنها تقدر تفرض عليهم شي حاجة. ففي الأول في الأول كانوا لي كافي هما اللي تسدوا، لي ريستورون بقاو، لي سوبر مارشي بقاو، لي مول ما حبستش نهائيا الحركة، كانت الحركة وبقى عندنا الحركة ما كتحبسش غير هما باش نمشي معاكم دقة دقة. فانا في الاول قلت لك فاش رجعت من المغرب هنايا بديت الخدمه نورمال، كيعيطوا لي الدار ملي المغرب دار التدابير ديالو او بداو كي حالات في المغرب، دارنا كيعيطوا لي تيقولوا لي رجعي شدي اول طياره وجي للمغرب. ديك الساعه كان انا في اختيار لان انا بوحدي هنا جالسه عايشه بوحديتي، ومع العلم انني كنت مولفه العائله وما عمرني مشيت لشي بلاد، ما عمرني جلست بوحدي، فشي حاجه مازال ملي كتخدم وتخرج وتدخل ما كتحسش بهذا الشيء، لان انكو التليفون ولا شي حاجه كتقدر تعوضك شيئا ما على هذا التواصل. لكن قلت لك في ديك الوقيته بقاو كيقولوا لي الدار ضروري تجي، انا ما خديتش الموضوع بالشكل اللي كان خصو يتاخذ به او ما عطيتوش قيمه، فقلت شي حاجه مرض اللي اكيد انه غيلقاو لي علاج وهذا الشيء ما غادي يطولش. فقلت لهم انا لا ما يمكنش انني الخدمه يلاه باديه فيها غادي نكيتي باش من يعني، والناس كتمشي كيبان لي كلشي كيمشي كيخدم، فما كانش عندي انا تبرير مبرر، لانه كون مازال تحت في شي دوله اللي غيحبسوا الخدمه كنت نقدر انني نلقى مبرر للرجوع ديالي. فقلت غادي نبقى هنا ونكمل. المهم في الاخر غيتسدوا المدارس، غادي غتحبس الخدمه، مي غنبقاو نخدموا تيلي طرافاي، دونك فهمتي من عن بعد. ملي كتخص مثلا شي كوموند كنضطر انني انا كنخرج كنمشي كنشري لي زاكسيسوار او انا كنكوموندي، فبقات ديما الخدمه. حنا راه ديجا حتى لشهر 4 مازال خدامين ا ديستانس. فقلت لك والدوله شنو دارت؟ قلت لك سدات لي ريستو، سدات المدارس، سدات لي كافي. يعني اي حاليا شنو كاين حاليا اي تجمعات؟ وكتعرفوا بان هنايا كاين بزاف ديال البلايص فيها تجمعات، خصوصا شارع الاستقلال اللي كنتو كتسمعوا في اسطنبول، في بلاصه اللي كيتجمعوا فيها بزاف ديال الناس. فوالا دونك ملي حبست التجمعات واخا هكاك انا اونفاس مع الدار ديالي جرده كبيره، الناس ما كانوش واعيين بهذا الشيء، فكتلقى مثلا السبت والحد الجرده كتكون عامره بلا وكيكونوا الدراري الصغار. فاخر ما دارت الدوله هو انه ولات كتفرض ايام ديال الحظر، مثلا حنا عندنا اليوم الجمعه من 12 الليل حتى نهار الثلاث من 12 الليل ممنوع شي واحد يخرج للزنقه، ممنوع عليك تخرج للزنقه حاليا. هذا الشيء يا مجد حاليا فممنوع عليك تخرج للزنقه. كيقول لك الا خصك شي حاجه كتقضاها قبل، حتى مالي الحوانت ما تلقاش حتى شي حاجه حاله. الجرده اللي حدايا بقاو كيقولوا للناس ما تخرجوش، ملي شافوهم انهم كيتجمعوا جاوا ضربوا الجرده كلها بالحديد سدوها، رغم انا ما كانش عندها بيبان، فاضطروا انهم يسدوها. فشنو كدير الدوله؟ يعني اي حاجه كتقدر، هي ما كتجبركش ولكن كتحاول انها تسد عليك كاع البلايص اللي غتقدر. مثلا هما كاع منعوا الخروج، اللي كاع غيخرج فين غيمشي؟ ما عندوش فين غيمشي، حتى السوبر مارشي هو الاخر مسدود، دونك كتسد عليك كاع الابواب فين غتقدر تخرج. ودارت كمان غرامات مثلا اللي ما يلبسش الماسك 1000 ليره، اللي غيخرج في وقت الحظر 1000 ليره. وفعلا دابا الشرطه مشدده، يعني نقدر انا حيت عندي واحد الكليبه صغيره فكنضطر انني مره نخرجها، فبارفوا الا خرجتها وفت البلاصه التريتوار ديالي فين ساكنه في الدار كيقدر يشدني البوليس يقول لي لا ما عندكش الحق دوريها في البلاصه فين ساكنه وغترجع. دونك البوليس عارف حتى البلاصه فين ساكنه، ولكن ما خداو هاد التدابير حتى فريمون الحالات ديالهم طلعوا بزاف القضيه تطورات. نعم الا
قلتي لي يا مجده انا غادي نتجه عند لاله نزهه، ربما سمعنا لاله اكرام ولاله مجده، حطينا واحد الصوره ديال انه حنا مثلا دابا في المغرب على الاقل في الدار مع العائله ديالك، مع المقربين، مع الوالدين يمكن، مع الـ مع الـ مع الزوج او الزوجه، مع الوليدات، اذا الانسان على الاقل كيحس بانه معاه واحد الناس في الدار اللي هما قراب في حاله لو وقعت شي حاجه ربما تقدر تكون حلول معينه. انت بعيد وكاين بعض الناس اللي ربما اليوم كيحسوا بهذا الغربه اللي حاسه بها اكرام واللي حاسه بها مجده حتى في المغرب، لانه تيقول لك مثلا انا دابا في الدار البيضاء وعندي العائله في وجده ولا عندي العائله في مكناس ولا الا وقعت شي حاجه انا ممنوع من التنقل ما بين المدن. احاسيس ومشاعر اللي صعيبه، كلنا دزنا من مراحل يعني من لحظات ديال البانيك كيف ما قالت اكرام، يعني هي في الاول كدوي وكانك توصف الحاله ديالي وربما هادشي تواصلنا فيه من قبل لاله نزهه، بحيث انه انا بديت كنحس انا شخصيا يعني كنتقاسم معكم التجربه اليوم، بديت كنحس بالاعراض ديال الفيروس، بديت كنحس بانه ربما راه صافي صابيت بالفيروس، ويعني هاد المشاعر هادي اللي تقاسموها معايا ناس اخرين واللي تكلموا فيها معايا ناس اخرين انهم عاشوا هاد الحاله النفسيه، فشنو هو التفسير والصوره اللي تقدري تحطينا فيها لاله نزهه؟ سمعت اللي جات به لا اكرام ولا مجده صح؟ مجده. الوغ غادي نقول من الجانب النفسي عموما، فيروس كورونا للاسف فرض وجوده عامة، ما خلى لا كبير ولا صغير ولا منصب ولا فقير ولا غني، إذن هو فرض وجوده حتى على الدول العظمى. إذن في الغربة، هاد كلمة الغربة شملت كيف قلت يا سكينة حتى اللي جالس في داره في وسط الأسرة، تهي فيها نوع من الغربة. ليس نهضر على نوع الغربة، هي بالنسبة للحريات اللي كنا كنعيشوها، ولهذا درجات هاد السيطرة اللي سيطر الفيروس سيطر بواحد طريقة عامة وكبيرة، بالرغم من 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 التكنولوجيات اللي كاينة والعولمة اللي كاينة وكل شيء كاين، ومع ذلك فيروس صغير تحدى الجميع. ولهذا النتيجة الأولية قبل ما 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 مجال الإصابة بهذا الفيروس، قبل ما تنفكروا من الإصابة تيجينا بعدا كيف قالت لا إكرام، الهلع والقلق والاضطراب. هذا الهلع والقلق راه تيجي النوبة الأولى بدرجات، راه ما تيجيش ويخمقنا. علاش؟ حيت كيف ما جا في الكلام وفي التصريح تيجي فيه بحال شي نكران، بحال اللي قالت لا ماجدة هادشي بعيد علينا مازال، ماشي ما نصابوش فيه. اذا بحال جنون البقر، لا لا لا، دونك سا فا توشي كو لي زوط. دونك حنا دائما تنديرو حاله نكران، ولهذا التدابير الاوليه للاسف ما توخذات شيء، لان كانت فيها المواجهه فيها نكران بزاف. ديالاش ديال خلاص هادشي لحد الان كاينين بعض الناس اللي تيقولوا لي خلاص ياك ما هادشي راه غير كذوب، ياك ما هادشي سياسه، ياك ما هادشي راه ما كاين شيء منه. وهنايا بحال اللي تنطرحوا السؤال في هاد الودن وكنجاوبوا راسنا من هاد يا ربي يكون هادشي غير كذوب. دونك هنايا داك عدم الانضباط مع الحاله. بالتالي انا غادي نقول على قدر اللي انا عايشه في المغرب ومقربه من الناس بزاف في الحاله النفسيه، حيت حنا خدامين. دونك الحاله النفسيه انا ما عنديش الكونفينمون، وبغيت نتكونفينا شي شويه، بغيت نرتاح، ولكن للاسف عندنا تنخدم ا ديستانس، تندير لي سيونس ا ديستانس، تندير مع الجالية المغربية بإيطاليا بالخصوص، الجالية المغربية في فرنسا. دونك عندي واحد تقسيم، عندي في طنجة الناس، عندي إذن كاين واحد الهلع اللي هو منتشر. هذا الهلع نقول فيه بالرغم من الاضطرابات اللي كاينه كلها، أنا في نظري تيبقى الشعب المغربي رائد في المعاملة مع فيروس كورونا. المغرب
نعامل الإكرام. سمحي لي دكتوره، رائد من اش، من ناحيه، من ناحيه كيفاش القوه، في كيفاش نقول في وي انا الوغ هو رائد في المعامله ديالاش، حيت الشعب المغربي حنا ما نساوش راه ملي تيبغي يدير النهضه ويوقف راه ما كاينش اللي غادي توحد قدو. خليني من 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 من, من الاقليه اللي ما بغاوش، من الاقليه اللي دايرين السلطويه على كورونا ما نهضرش عليها، لكن الاغلبيه راه سون فريمون كونفيني، راه كاينين اضطرابات نفسيه داخل الاسر. ملي تنهضر على الاضطرابات النفسيه راه فيها ماديه، فيها الخدمه نفسيه، نفسيه بامتياز، ولكن ماديه داخله فيها الاضطرابات. اذا هذا سمحتي لي لالا نزاف هذه النقطة بالضبط، يعني إلا كنا تابعنا خلال رمضان ربما ملي اشتغلنا على مجموعة من الفيديوهات، حتى التفاعل ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج أنا بصراحة أتلج الصدر ديالي، لأنه كانوا كيوصلوني رسائل بشكل يومي، وكانوا تدخلات في لي لايف، وكانوا تدخلات في البرامج كيقولوا لي ها العرى السكينة، قولي للناس يجلسوا في ديورهم، راه حنا ولينا هازين هم بلادنا أكثر من همنا حنا اللي عايشين دابا في دار الغربة. يعني تنقولوا فوالا حنا راه المشكل يمكن كاينة بزاف الأمور اللي غنديروها، ولكن راه والدينا تما، عائلتنا تما، كاين تسمحلي علاش هاد الناس اللي في الغربه كانوا كانوا كينصحونا لانهما غرقوا حيت هما تصابوا قبل حنا. الكونفينمون جانا من بعد، والحمد لله والشكر لله ان حتى الاصابات بالنسبه لدول اخرى خفيفه الحمد لله. وهنايا غادي نشير للعائلات اللي هي صابت اولا مواجهه الفيروس، مواجهة علاش؟ حنا ما عندناش العولمة التكنولوجية اللي في الدول العظمى، بل حنايا عندنا المواجهة ديال الاتحاد، عندنا من ضمن داك النكران ديال أرا نخرجوا ولا عليك، لا راه كاينين الناس اللي هما تيقولوا بالضحك، هادشي راه حقيقة ما عرفتش كيف داير الزنقة، أشنو دير؟ ياك ملي نخرج ما نعرفش نصوت، ياك ملي نخرج ما نعرفش نسارى، دونك كاين واحد العبارات. كاينين هناك تضحيات في عادات وسلوك، وكاين هناك تأقلم، ولكن هادشي عندك نحسبنا راه حنايا داروه هاد الناس او هاد الشعب بواحد الطريقه سهله، لا هنايا غير واحد بحال الاستسلام صافي اللي كتب الله هو هذا الاستسلام ديال من الخدمه، من الخروج، من اننا لا سيما هذا الشعب هذا، وحنا مغربيات الحمد لله كاملين كنعرفوا دور صله الرحم، وجانا مع شهر رمضان عرض عليا عرض عليك، اذا هذا عرض عليا عرض عليك، جانا هذا رمضان حنا يمكن غادي نطرقوا لهاد النقطه، ونتمنى انني نفصلوا فيها بزاف من بعد لاله سكينة. هو هذا الاستسلام الواقع القدر اللي كتب الله هو هذا. اذا بقاو الناس عايشين اضطرابات، عايشين كوابيس، عايشين ما كاينش، ما بقاوش كينعسوا الناس مزيان كيف قالت لا اكرام، ايوا موتة وحده كاينه اكيد، لا سيما نتوما في الغربه، اذا كاين واحد تصورات من غير الواقع، كاين تصورات بعادين على والديكم، بعادين على الجو، تيقول الواحد الا جات غير شي حاجه نكون غير في بلادي، واللي بغى يجي. انا كنتكلم في الاول حسيت اكيد دكتوره غادي تكون لحظات حتى التوتر، وانا كنهضر لحقاش رجعت عشت نفس الاحساس، رجعت كنتكلم بداك الاحساس ديال داك الخوف ديال ديك الايام، فعلا اللي داز ماشي سهله بتاتا، ماشي سهله. وإكرام بالنسبه ليك يعني كما كنتابعوا في لي فلوغ ديالك وكنتابعوا في لي ستوري ديالك، انسان بطبيعتك شعبيه. نعم اسمحي لي شهرتي ونين تابع إكرام؟ انا قلت لك ليليا. لا غزال تبارك الله إكرام، مرحبا ليا الشرف. ماشي هما بناتي غيكونوا تيعرفوكم تبعين ليا الشرف.
الوغ إكرام، انت بالطبيعه ديالك يعني انسانه شعبيه، كتقربي الناس لواحد واحد الشكل اللي هو زوين بزاف، كتجري الانسان بواحد اللغه اللي نقيه، وشي حاجه اللي انا كنحترمها فيك، لانه للاسف كثروا الناس اللي كيدويو بزاف ولكن ما كيعطيوش محتوى. انا كنحترم يعني طريقتك في التعامل، حتى اشراكك للناس للعائله ديالك والمحيط ديالك الى غير ذلك، شي حاجه اللي هي ربطت علاقتك مع الناس في هذه المرحله هذه. انا يلا هادي واحد المده باش تبعت فجيتي المغرب مؤخرا، عشنا شي شويه مع العائله، عشنا شي شويه مع الدار، شنو وقع بزاف د الحوايج في اليوميات. ومن بعد يعني جا لو كونفينمون، اكيد انه ماشي سهل الانسان يلقى راسو قدام هاد المساله هادي. رمضان غنعيشوه بواحد الخصوصيه، العيد غنعيشوه بواحد الخصوصيه، الشهور الجايه عايشينهم بواحد الخصوصيه، مازال كلشي مجهول قدامنا. وانت عندك تواصل مع الناس، يعني كيف ما تنقولوا ما مسموحش ليك بانك تنقلي الاحساس اللي في بعض الاحيان تيكون فوالا. الوغ كيفاش تعاملتي في الظرفيه هكا؟ انا بكل صراحه كنت في المغرب في الفتره فين كنت نزلت واحد 10 ايام عطله للمغرب، وفي هذيك الفتره فين انا رجعت كان مازال ما كاينش كونفينمون لا في المانيا ولا مازال كنسمعوا بحال شي حالات في ايطاليا. فمنين كان تيبان كيف ما قالت الاخت ماجده، كان تيبان لنا بحال شي حاجه بعيده، فيروس وافلا راه في الصين ديك الساعه مازال ما. منين رجعت من المغرب وداك الشيء جا كله في مره واحده، اول فيديو درته في القناه بالرغم انني كنت دايره دي فلوغ في المغرب اللي زوينين، مازال ديك الساعه المغرب ما فيهش الحجر الصحي، مازال ما فيه والو، باقي الناس كتعيش عادي. فكنت درت دي فلوغ في السوق وكلشي، ما عطانيش خاطري انا ننشر دوك الفيديوهات. اول فيديو درته كان فيديو توعوي اللي وعيت فيه الناس، وكنت كنهضر بواحد الحرقه ان الناس فعلا تستقبل ان هاد الفيروس كورونا راه كاين بصح، ورا الناس فعلا كتعادى والناس فعلا كتمرض، راه اللي ما دارش احتياط ولا بقينا بحال هكا مخلطين. هذا كان اول فيديو درت. من بعد شويه بشويه حاولت نضغط على داك الجانب اللي كان متوتر ومتاثر بزاف بهذاك الشيء كامل اللي كان واقع، بدي فلوغ اللي كنشارك كيفاش دايره احتياطاتي، كيفاش كنخرج الى الضروره يعني نشري داك الشيء اللي خاص ديال الاكل وداك الشيء اللي خاص بالبيت شويه بشويه. دائما لانه انا بالنسبه لي يوتيوب قبل انه يولي من طبيعه الحال انه ولا عمل، بالنسبه لي يوتيوب وكذلك انستغرام وفيسبوك يعني مواقع التواصل الاجتماعي هما واحد جمعت فيهم بحال عائلتي. ما كنحسبش الناس متتبعين ولا فولوورز ولا قد ما انني ملي كنفتح الكاميرا ربما هادشي غتكوني كتلاحظي حتى في فيديوهاتي كنهضر بديك التلقائيه، لان فعلا كنحسب الناس اللي كتشوفني عائلتي. متونسه لان انا هنايا غريب، الغربه كنظن انك يحس بها اللي كتكون زوجه اجنبي اكثر، لانك تكون صافي انفصلات على بزاف ديال التقاليد في الاجواء ديال رمضان كيف ما هضرنا قبل. عندك لاله اكرام، اسمح لي، عندك لاله اكرام حج وحاجه مع الناس وكتنوس الناس بصح. وفعلا انا ما نكذبش عليكم بصراحه، يوتيوب كان هو الاحساس دائما بالانتماء ديما كان، ولكن يوتيوب ومنين فتحت حياتي في يوتيوب ولاشين وكان بحال رجع قوى داك الاحساس ديال الانتماء انني مغربيه، وديك الدارجه لا شفتي فيديوهاتي في بداياتي في يوتيوب حتى اللهجه المغربيه كنت شي شويه كنهضر وما كنلقاش الجمله نكونها يعني بسلاسه، كنت دائما كنلقى صعوبه في ايجاد بعض الكلمات، ماشي انني نسيت على المغربيه ولكن بقوه انني ما بقيتش محتكه مع المغاربه. فبالنسبه لي يوتيوب راه عائلتي تما. فاول حاجه درتها واول ردت فعل كانت هي التوعيه، حتى انني واحد الفيديو كنت شفت بزاف ديال الايطاليين كانوا تيشاركوا النشيد الوطني ديالهم، ودرت واحد منبت الاحرار من اعماق القلب بالدموع اللي كانت كتحرقني على بلادي بكل صراحه، اللي كنلقى واحد تبارطاجا بزاف هذاك الفيديو ولي ستوري، وكنطلب في الناس شوفوا الحالات عندنا في المانيا. والحمد لله انا كنقول صراحه برافو 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 لكاع الخطوات اللي خداو زعما السلطات المغربيه، ان داروا الحجر كل شيء داروه بكري، يعني سيطروا على الامر بكري. انا شفت يعني كاع الخطوات اللي دات واللي تخدات كانت خطوات ذكيه جدا، وفي فتره اللي ما خليناش الوباء كيفاش ينتشر بالسرعه اللي انتشر بها في ايطاليا وفي الصين وفي دول اخرى، وهذا كان واحد الحاجه اللي فعلا فخورين بها وبمغربنا على هادشي اللي دار. صراحه انا بغيت نقول انا مجد انا كنت مجي عندك دابا بصراحه اليوم كتجيب لي حلقه حماسيه، راه ما كنتش غادي نوزع الكلام ولكن غنحاولوا لو ماكسيموم اننا نستغلوا الوقت. يعني مجد انت كيف ما قلتي انت بوحدك في تركيا كنتي في موقف ديال
ندخل البلاد ولا ما ندخلش، لا لا هادشي بعيد، خليني نخدم دابا. ما بين واحد الحلم اللي انت كتحقيه، واحد لانه يعني درتي واحد مجهود كبير في المغرب ودرتي واحد العمل كثير في المغرب، ومن بعد انتقلتي دابا لتركيا باش تزيدي توسعي العمل ديالك، جميل جدا، ولكن تحطيتي في واحد الموقف اللي فيه شويه صعيب، ما بين اختيار وما بين قرار، ما بين العائله، ما بين ليه رمضان العيد. من طبيعة معرفتي بك انت من الناس اللي عزيز عليك، يعني عزيز عليك داكشي متيول، داكشي صعيبة القضيه دابا باش تكون في رمضان بلا ديال الطاي ديالها اللي مولفه في المغرب. ف كان كيفاش كان الى هضرتي الى سمحوا لي سمح لي لالا سكينه لم ما دارتش ستيليست موديليست غير من والو كنت وراء ذلك عرفتي دابا السماق دابا ملي قلتي لي ديتاي، ملي قلتي لي ديتاي الا قلتيها الاستاذه غتقدر تفكرني وتفكرني فاش كنت كنمشي عندها، حيت كانت هي مشكلتي عندها هي لي ديتاي. مرحبا كرهتك مني هضرتي قبيله صافي عقلت عليك. ايوا الحمد لله. شنو بغيت نقول انا قبل ما نجاوب على السؤال ديالك؟ دابا انا شنو وقع لي الصراحه في هذا الوضعيه كلها هو انني داكشي اللي كيحسوا به ولا اللي حسوا به الناس في الاول انا لا ما حسيتش به، ما كانش عندي التخوف، يعني ديك البانيك اللي كتهضر عليها اكرام انا ما عشتهاش، ما عرفتهاش، رغم انني بوحدي هنا وفي بلاد غريبه واول مره نكون بوحدي واول مره نعيش هذه التجربه وشي حاجه انورم كبيره بحال هذه الدرجه. فانا ما عرفتش انه في الاول ما كنتش حاسه بالخوف لدرجه انه هو زعما ماما كانت كتهضر معايا وخوتي كانوا كيهضروا معايا وكيهضروا معايا بواحد لا فاصون، كنقول واش داكشي اللي كيعيشوا هو اللي كنعيشوا، زعما كنعيشوا نفس لا سيتوياسيون. فكنت انا كنستغرب واقيلا كيزيدوا فيه، واقيلا كيكبروا الموضوع. فانا ما كانش عندي لو بانيك، ما توترتش، ما خفتش، بالعكس كنقول الحمد لله على كل حال، وهذا الشيء مكتوب مولانا وما عندناش منين غادي نهربوا ليه، شي حاجه اللي مكتبه علينا وربي ما كيدير غير الخير. دونك كنت غاده بهذا السيستم وما بقيت غاده به صراحه، استغفر الله العظيم. لا بيتر كو في الاول انا حيت تبقيت كنسول راسي علاش انا ما حسيتش بهذا الشيء في الاول، حيت البلد اللي انا عايشه فيه ما كبروش الموضوع وما داروش هواجس للناس، فما حسوش بالقيمه ديال الموضوع، فالتدابير اللي هما خداوهم ما خلوناش نحسوا بصعوبه الامر. داكشي علاش ممكن حتى انا ما حسيتش بصعوبه الموقف. فالطريقه باش كانوا كيهضروا معايا الدار وكيقولوا لي بحرقه لا اجي لا رجعي، شنو كتهضروا نتوما واش كتقولوا لي الدنيا غتفنى زعما علاش غنجي صافي مرض غيجي وغيمشي. لكن هادشي امتى وليت كنحس بيه، وليت كنحس صراحه بالقضيه شويه صعيبه، وليت كنستريسي، وليت كنفكر بزاف فاش جلست 4 شهور في الدار، لانه حنايا من شهر 2 صراحه قالوا لنا جلسوا وخلاو الحريه للناس. مي انا الا ما كانتش فريمون عندي شي حاجه كنبقى جالسه في الدار، رغم ان سكينه كتعرفني انا ماشي من نوع كاع ديال الدار، يعني منفه كنخرج ديناميك، كنخرج خصني انا ما عنديش حاجه كيخصني نخترع شي حاجه نديرها. فملي جلست 4 شهور في الدار انا كنت حملت ولدت وقيلا ما دوزتش 40 يوم حتى كملات في الدار، دونك عندي باش نجلس في الدار شي حاجه صعيبه. فاش دوزت 4 شهور في هذا رمضان هي فاش بديت كنحس بالقضيه صعيبه، بديت كنبقى جالسه كنتسناها، كنبقى جالسه التليفون باش نهضر مع شي واحد ولا نهضر مع العائله غير باش ما نحسش بالفراغ وما نبقاش نفكر، حيت الموضوع شويه بدا كيبان ليا كيطول ولا كيبان ليا لا القضيه راه سيريو راه القضيه راه صعيبه فينا هاد الدواء علاش كيهضروا هادشي راه فهمتي. عاد بديت كنحس بصعوبه الموقف. نعم فهادشي اللي وقعت صراحه، وممكن لان كما قلت لك الدوله ما خداتش التدابير الصارمه من الاول، داكشي علاش ما حسيناش بالصعوبه ديال المرض. وممكن ما عرفتش، ممكن الايمان ديالنا في ربي كبير، كنقولوا ربي اللي حط هادشي قادر انه يرفع علينا البلاء، والله اعلم. سمحي لي خذ الاكرام. ممكن نسول سؤال ماجده، انت في هاد الايام كنتي كتابعي مواقع التواصل؟ يعني كنتي شاغله بالك بالاخبار واشنو كيوقع بالفيديوهات اللي كتبارطاجا، ولا ما كنتيش كتشوفيهم؟ انا في الاول كنت متابعه الحالات، شحال من حاله في هاد البلد، شحال من حاله في هنا، انا شنو ومن بعد هنا نقول زعما ملي انا كنمشي كنشوف الحالات اشنو كنزيد لراسي، واش كنزيد كنتوتر
واش كنزيد كنرجع فقلت واقيلا راه ما كيفيدني والو انني نعرف واش تزادت 10 ولا تزادت 20. داكشي اللي غنقدر نديرو بيني وبين راسي غنديرو. اصلا انا دارنا كلهم ملي وقع المرض فكلهم مشاو تكيون فينا وعندنا في الفيرما، دونك ما عندنا حتى واحد في المدينه، فبالتالي انا عندي راحه نفسيه من هذيك الجهه. فشنو كنعيط لهم كنعرف كيفاش الوضع وانا الوضع ديالي ميتريزيه، فشي حاجه اخرى الا كانت غير غضرني ما عندي ما ندير بها نعرفها. هذه هي الطريقه فاش كنتغاني ميتريزيه. لا يعني لالنزها ربما هنا راه مجدة دوات على بعض النقاط اللي كسبق وتكلمنا عليها خلال شهر رمضان، بحيث انه واش كنقلبوا على المعلومات وكنقلبوا على الفزع اللي يزيد يخلقنا واش سبقتيني ليلها فعلا. ولا سمحتي لي غير نكمل صياغه السؤال ديالي باش تجاوبينا لا نزهه. هاد الشق هذا عنده واحد اهميه كبيره او لا واحد الحيز كبير اللي خدانا في هاد التجربه اللي عشناها مع فيروس كورونا. اضافه الى ذلك لاول مره يمكن المغاربه في هاد الجيل ديالنا ولا الجيل ديال ابائنا لاول مره تنعيشوا رمضان بهاد الوضعيه وبهاد يعني الاستثناء الصحي. ما عرضنا على حد، ما مشينا عند حد، فطورك في الدار، كتخرج تقدا بخوف، كتدخل بخوف، ربما ما يقاسني حد بلاتي تنحيد حوايج وندواش ما تقربش ليا يمكن كون دخلت معايا الفيروس، خايف من الصرف، خايف من بزاف ديال الحوايج. يجي العيد، حنا شعب اللي كيخصنا الحباب والعائله ونمشيو عند الناس الى غير ذلك، هذا العيد ما مشينا عند حباب، ما تلاقينا معهم، ما جلسنا معهم الى غير ذلك، يعني ربما خدمنا شي شويه وسائل التواصل، كندوي مع بعضياتنا سكايب واتساب ابل فيديو تشوفهم يشوفوك الى غير ذلك، ولكن حنا كشعب كان صعيب علينا باش نتقبلوها ونعيشوها. اضافه الى ذلك حنا من الناس اللي في العالم هادشي اللي عطى الله كنموتوا على التعناق والتسلام وعلى 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 نبوسك وتبوسيني ونعنقك وتسلم عليا وكذا، يعني جاتنا صعيبه انه في واحد النهار يولي. انا شخصيا تلاقيت مع السيده، انا كنقضي غرضي دغيا، تلاقيت مع السيده كنعرفها بقى في الحال بكيت ما قدرتش حتى نسلم عليها، يعني هي بعيده ولا بعيده لاباس وما عرفاتنيش، انا بكممتي هي بكممتها، يعني حتى سمعات الصوت تكرر عاد عرفنا بعضياتنا، كان واحد الاحساس صعيب. الشيء اللي ما تعودناش عليها بسيكمون كنشوف بان الدقه ديالنا واخا هكاك شويه قاصحه مع هذه الازمه هذه. اكيد 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 لاله سكينه. غادي نقول مره اخرى على ان فيروس كورونا ما جاناش بالسهل، راه جانا غادي نقول ضربنا من ناحيه ديال الاصابات والوفيات وهذا الشيء كامل ولكن اللي فاش قصحنا بزاف هو في سلوكاتنا وعاداتنا. هو جا درنا فيه واحد شي شويه ديال دار فينا هو الضعر والخلعه والخوف، ولكن حنا خديناه بعدم الجديه، وهذا علاش حنايا واحد الفتره دازت في الاول مزيان ما كانش فيها انتشار الوباء، وواحد الفتره داك عدم الجديه ديالنا ان لاشي بريز انتشر ولكن يعني في هاد الاواخر انتشر، لان الناس اون ديغي بحالي هاد فيروس كورونا ولا واحد منا صافي عياو. هاد السلوك والعادات ديالنا اللي فرضها علينا فيروس كورونا فعلا المات الجامع، لا سيما صلة الرحم، لا سيما كاين اللي غير نهار الجمعه كيتجمع على سكسو، كاين اللي في الويكاند كيمشي يشوف احبابه، وكاين اللي كيجلس قهاوي ويفاجي، كاين اللي مولف كلها. وشنو مولف؟ حنا شعب عندنا اسلوب تعايش والحوار، وكيف قلتي عندنا لو توشي، حنا لازم غادي بلا تعناق بلا تسلام بلا والو، حنا غيهضر معاك شي واحد وغيدير ليك هكذا صافك غادي يعنقك غايدير لك هكذا حنا عندنا لو توشي، حنا عندنا الشعور باللبس، خلاصني من القبولات وخلاصني من العناق وخلاص هذاك الشيء ما نهضرش عليه، حنا ما بقاش عندنا العناق بلا بجوج وثلاثه ديال التسليمات، حنا عندنا ثلاثه واربعه والحراره. اذا ما نساوش على ان دابا غير المصافحه تنديروا غير هكذا ونعاود نتلفوا. هنا غادي نطرق لواحد النقطه اللي هي مهمه في الجانب النفسي، اللي هو كل حاجه كتجينا
اللي اول وهله ولا سيما مجهوله على السلوكات ديالنا، فهي كتخلعنا. كتخلعنا اشنو هذا؟ كيفاش غنتصرفوا في هذا الشيء؟ غنهضر على نفسي هذه المره، غادي نقول على انني ما 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 ما, ما دخلتليش لدماغي، حتى ندير بحال داك نسي الكذاب وعاود سولو، ما دخلتليش لدماغي انني ما نستقبلش في رمضان الناس، ما استوعبتهاش، ما ماشي ديالي، ما يمكنش. هذا الجانب السلبي ديال هذا الشهر، هو راه فيه الايجابي، انا غادي نهضر لكم عليه. الجانب السلبي هو انني خصني تنعيط للعائله ديالي المقربه، الاخوه، وتنقول تجيو عاود ندوز يومين وثلاث ايام نعاود نجمعوا، ليه اجي؟ اجي نديروا التحاليل وكل شيء يتجمع. لا لا ما تخافوش. اذا هنايا كنستنكر وكنستبعد وكان علاش؟ لان داك الحراره ديال الطبله مجموع فيها الناس بقات خاصاني. ليه لازم ما خصني نفيق ونقول نزهر رجع الله. كل الجانب الايجابي هو لقيت على ان هذا الشهر هذا جاني شهر فيه عقلانيه، فيه ترصيه، فيه واحد ما فيهش غادي تنقولوا فاس راه ماريناه شي كيجري مورشي طبالي العراضات ولباس ودير. لقينا راسنا على اننا تنكتفيو، تنديرو واحد الاكتفاء ذاتي، تنكتفيو على اننا ملزومين غادي ندوزو رمضان مع الاسره بواحد طقس او طقوس جديده علينا. ولقيتها علاش لا؟ تعرفني سكينه في واحد الجمله واش غيوقع كاع صراحه بغيت نسولك على واحد النقطه. دابا انت قلتي انه مولفين الجماعه والعائله والطبله عامره انا وقعت لي انه مثلا مشيت فاش يلاه بدا المرض، مشيت الكافي، مشيت انا وصاحبتي القهوه، ملي غنجلسوا لقينا الدنيا خاويه، فانا بيني وبين راسي ما عجبنيش الحال، يعني كنت مديرونجيا. فجلس كنسول فراسي دابا انا واش ملي كنجي للقهوه واش باغا نشوف الناس؟ ما باغاش نشوف الناس، جايه نجلس في القهوه، ولكن علاش تاثرت ملي ما لقيتش الناس جالسين؟ واش هاد الناس كيعنيو ليا ما كيعنيوش ليا؟ فشنو الاشكال؟ واش حنا مهم احنا نكونوا جالسين والناس قراب منا؟ فبغيتك تجاوبين على هاد السؤال حيت ما لقيتش الجواب. باينه انا غادي نديرو سيونس هناك. لا غادي نحاول نستبعد سيونس. الو غادي نجاوبك غير بكلمه ونخلي لك تكمليها من راسك، ولكن ماشي دابا حتى سالي الحلقه. قبيله تكلمتي يا لاله على الطمانينه. وي الطمانينه ديال الاسره ديالك اللي طمانيتي عليهم هما في الفيرما. اييه الطمانينه في الاول اللي ما جاك لا خوف ولا هلع ولا والو، الطمانينه والطمانينه ديال ومن بعد شنو؟ إيه، ولكن ما تنساش على أن بعض الأحيان عندنا داك الطمأنينة راه مخبي موراها بركان، خصنا غير يجي واحد تنسميوه لو ستيمولوس، واحد شي شعيلة تشعلها وغادي يجي هذا البركان، وحذاري من البركان اللي من بعد اللي مخبي، لأن هذيك الطمأنينة أنا تجيني فيها داك الشخصية القوية فيها الجبهة اللي فيها النكران، اللي فيها استبعاد، اللي فيها وشنو كاين. اذا كاين واحد بحال انسان كيفرض نفسه، وهذا هو اللي ماشي هي وقع لك الا ماجده بوحدك، وقع بزاف ديال الناس اللي هما تاقلموا، ولكن غادي نلفظها بشكل اخر، اقلموا نفسهم، هما فرضوا على نفسهم تاقلم. تفضل عليك. سمحي لي، لانه انا لاحظت الاخت ماجده قبيلات قلتي بانك انت انسانه مولفه كتخرج، مولفه انت اجتماعيه، مولفه البلاصه اللي فيها الناس كتخرجي بزاف. كنظن انه حتى هذا الشيء، انا بالعكس، انا العكس ديالك، انا اللي لقيت بلاصه خاويه كنفرح لحقاش كنحس بالهدوء، كنحس براسي بوحدي، ما كنبغيش بالخصوص منين دابا تقريبا الحمد لله حالتي النفسيه من ناحيه اللي تخاك ديال اضطراب الهلع، لان فيه بزاف ديال الانواع انا عندي من المجهول،
يعني الخوف من الخوف، الخوف من الخوف نفسه. فمنين تصابت بهاد الكريز دو بانيك، يعني اول حاجه من طبيعه الحال تابعت مع اخصائيه نفسيه غير ربعه الجلسات، كنت حكيت على هذا الموضوع هذا في قناه ديالي، وكنلقى يعني واحد الاقبال كبير، لحقاش لقيت بزاف ديال الناس في المغرب كتعاني من هذا الاضطراب ديال الخوف. وبكل صراحه كاين بزاف ديال الناس كيربطوه بحوايج اخرى اللي ما عندها حتى علاقه بالمرض، يعني مثلا بال كيعرف المجتمع ديالنا عندنا واحد الفئه اللي كتربطو مسحور في العين هذا الشيء كامل، وراه ما عنده حتى علاقه. وهاد القضيه هذه ديال ملي كيكون الانسان اجتماعي ومولف الهراج ومولف، يعني خاص ضروري يبقى دائما يلقى كلشي عامر. هادشي علاش بغيت نقول لك انا العكس، ملي كنخرج ونلقى شي بلاصه فيها الكالم كيعجبني، انا ما كرهتش يكون كلشي خاوي، نخرج غير بوحدي تلقى الكالم. واحد النقطه اللي قلتيها كنظن ان الاطمئنان والخوف اللي ما كانش مخوفك، لان حتى كنتي عارفه حتى ان العائله ديالك جالسه في واحد البلاصه وعارفهم انهم واعيين بخطوره الامر. انا كنت في ديك الفتره العكس ديالك، كان الاب ديالي كل نهار باغي يمشي للسوق وكيخرج وكيقول الوالده ما كاين لا كورونا لا حتى حاجه، هذا الشيء غير هضره خاويه. وانا من المانيا كنهز التليفون يوميا، عافاك با راه كاين مرض، اتيش من كورونا بنتيش كتقولي، عاصي باش نقنعو. كنصيفطوا ولاد الجيران يجيبوه من السوق كيهضروا معاه، يعني لقيت واحد المشكل راه ما نكذبش عليك، راه هذا الشيء هو اللي كان فيض ليا الخوف اكثر واكثر. كنت خايفه عليهم، على عائلتي وعلى والدي، وبالخصوص راك عارفه ملي كتغربي وبعيده عليهم كنت نقول ما بغيتش شي اخبار تجي يقولوا لي باك مرض ولا امك مرضات وانا هنا وما كاينينش خطوط طيران كلشي مقطوع. هذا الشيء هو اللي كان زاد الخوف، زاد على درجات الخوف اكثر واكثر. الا سمحتي لا سكينه، الا سمحتي غادي واحد النقطه غادي نوضحها شويه، اللي كتربط ما بين اللي جات به لا اكرام ولا ماجده نقطه واحده، وهي فعلا المجهول. وهذا المجهول هي الخوف من المجهول، توسكي اترانج نوزانكيت. الا دخلتي غير البلاصه اللي انت ما تعرفهاش خصك لازم ما تضبطيها وتعرفي فين نتين، وما نسميش الهالة، ولكن واحد الخوف بسيط وعلى حسب المستويات. هذا الخوف من المجهول هي نقطة الربط بيناتنا أو بينات الناس أغلبيتها، هو أننا من تنفقد السيطرة على واحد الحاجة أو على واحد الموقف أو على واحد الحالة، لتنفقدوا السيطرة عليها، ولا سيما حنايا تنكونوا دي بيرسون دو كونترول اون شيرش ا تو كونترولي، تخصنا لازم حتى حاجه ما 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 ما, ما نفقدوها، خصنا نكونوا محتاطين بكل شيء واضح، محتاطين بكل شيء. خصنا يكون عندنا جميع العوامل او جميع النقط كلهم تحت المنظار ديالك، خاص تكون المفاجاه، خاص تكون الرؤيه خاصها تكون واضحه. اولا المفاجاه، ثانيا الرؤيه. لاحظتي واذا هنايا كاينه واحد النقطه ديال كل حاجه مجهوله، لا سيما فيروس كورونا مجهول، هذا شنو وقع له، عندك نتصابوا بالحوايج، عندك نتصابوا بالفلوس، عندك نتصابوا في الارض، عندك صباطنا، عندك هذه الاحتياط واجب. لكن المشكل الأعظم هو داك الاحتياط، ولا فيه الضعر، ولا فيه الهلع، ولا فيه وليت أنا جالس وموسوس. بحيث أنا جاتني سيدة اللي جات يديها جلدة ديال بصح بدون مبالغة، جلدة دي يديها مهبطة بجبال، إذن ولا عندها التهاب جلدي، لأن هي تقول نهائيا أنا كان بات بالاضطرابات في النوم، جاني وسواس. وتنقول لولادي من الباب كل شيء، علقات البيجامات وعلقات كل شيء من الباب، كل شيء يبدل وكل شيء يغسل رجليه وكل شيء يدير دايره لهم بانيو فيه جافي انسي دو سويت. دونك هنايا هذا المجهول اللي حنا ما تنسيطروش عليه تيخلق لينا الهلع، تيخلق لينا حاله نفسيه مضطربه اللي ما تنقدروش نتمكنوا منها او نسيطروا عليها. وهنا كيخصنا بحال اللي قالت لا اكرام اعاده النظر او اللجوء للمعالج النفسي.
انا بصراحه هاد النقاش معكم وهاد الجلسه معكم انا ما كفاتني فيها لا 30 دقيقه ولا 45 دقيقه ولا ساعه. الجلسه معكم حلوه بزاف ولكن للاسف الوقت كيمشي بسرعه، ما بقاش معنا وقت كثير. انا بعدا كنبغي نحييك اكرام، برافو عليك، لانه انا من الناس اللي كنحترم انه الانسان يعترف باحتياجاته النفسيه ولجوء الاخصائي ماشي عيب. ومن انا من الناس اللي كنقول بان المشاكل النفسيه عندها تاثير اكبر من المشاكل العضويه، اذا ملي كنحسوا براسنا تبلوكينا كنمشيو عند الاخصائي اللي كنثقوا فيه واللي كنتابعوا معاه. وانا من الناس اللي كندير هذه المساله هذه وتنحترم الجانب النفسي لانه مهم بزاف. وقت ما حسينا براسنا، وهذا ميساج اللي بغيو ندوزو من الحلقه اليوم، حسينا براسنا تبلوكينا عمرنا كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، ما فيها باس ندقوا الباب ديال الاخصائي لانه ممكن يعاوننا على اننا نغيروا بزاف الحوايج. تفضلي قبل ما نمشيو. نعم اكيد اكيد. وانا كنصح الناس بالخصوص، انا كان منين فتحت هذا الكونسيبت ديال اضطرابات الخوف في لاشين ديالي، لقيت ان بزاف ديال الناس من المغرب فيهم هذا الاضطراب، لان ما يمكنش نعطيه اسم مرض لانه ماشي مرض، هو غير اضطراب. هو اضطراب كاين واحد الفرق كبير لحقاش، ماشي مرض نفسي، واحد ماشي مختل عقليا او شي حاجه، يعني هو اضطراب. وبكل صراحه لقيت بان بزاف ديال الناس في المغرب كيعانيوا منه وكيلجؤوا ياخذوا انتي ديبريسيف، يعني مضادات للاكتئاب، قبل ما يشخصوا الحاله. انا كنصحهم يشوفوا اخصائيين اللي يعطيهم بعدا واحد التوجيه في استهلاك في العلاج السلوكي المعرفي بعدا، باش تعرفي اشنو بك، كيفاش تواجهي الاعراض، كيفاش تحللي داك الخوف اللي فيك، لانه اي حاجه كتجيك في الجسم ديالك النفسيه الا ما هو الا واحد الانذار انك تعاودي النظر بزاف ديال الحوايج فيك، وكون الواحد يكون اكيد. هذا الشيء ما عنديش انا علاش نحشم منه، بالعكس كنقول بكل افتخار لانني بيه باش انا تنحس بالقوه ديالي الداخليه، بيه باش بزاف ديال الحوايج بدلوا في حياتي، بيه باش بزاف ديال الحوايج ولات عندي فيهم الرؤيه واضحه، بيه باش كنعرف اشنو باغي، بيه باش انا شفافه وكتشوفيني شفافه. قمه الوعي هذه. بارك الله فيك. باحتياجه بطبيعه الحال النفسي، انا كيف ما الاخر كلنا مضطربين بدرجات، وكلنا لنا احتياج نفسيه كلا لنزها. صراحه انا كنشوف ان الاحتياجات النفس، اسمحي لي لنزها تفضلي. قلت لك اللي ما بغاش يكون مضطرب وما عندوش احتياجات او ما عندوش اضطراب صغير على خاطره. الكمال لله سبحانه وتعالى. اذا غادي نقول له خصو يعيد النظر، علاش ما عندوش، علاش تيقول ما عندوش، خصو يفكر مزيان قبل ما يقولها بطبيعه الحال. انا سمحتوا لي غادي نحاول انني نوزع الكلمه بيناتكم لانه ما سخيتش بكم، ولكن تجاوزنا الوقت. لالا اكرام في الختام، وغادي نرجع عندك مجده باش تقولي شنو بغيتي تقولي. كنشكرك بزاف على حضورك معنا اليوم، ولكن قبل ما نختموا بغينا نسمعوا معك كلمه للمغاربه، العائله، الحباب، الناس كاملين، شنو يمكنك تقولي لهم في وسط هذه الازمه اللي كنعيشوها. دوزنا رمضان، العيد، ما تجمعناش مع بعضياتنا، ولكن واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيتابعوك كتاثري فيهم، شنو يمكن لك تقولي لهم؟ اولا كنقول لهم مره اخرى مبروك عواشركم، وكنتمنى ان الواحد يتعايش مع الامر، لان الامر هو هذا والواقع هو هذا، يعني نتعايشوا وفي نفس الوقت ناخذوا احتياطاتنا من طبيعه الحال، نعرفوا بان ممكن يكون شي انسان مصاب، يعني واحد ياخذ احتياطاته اللازمه، يدير الكمامه قبل ما يخرج، يعقم ولكن بلا هوس وبلا وسواس وبلا ما نخليو ان نوليو كيف ما قالت الدكتوره قبل، ان الواحد يولي يمسح ليل ونهار بجافيل، يعني نحاول واحد شويه نديروا اللازم، وان شاء الله هي محنه وغادي تدوز، وان شاء الله البلاد ترجع كيف ما كانت، ونجي ونشوفوا الاحباب ونشوفوا. الله يحفظ بلادي من كل مكروه يا رب. واش غنقول لهم، كنبغيهم بزاف، وكنحس ان اش غادي نقول لك، واحد الاحساس ما يمكنش نقوله بكلمه، ولكن كنبغيهم من القلب الخالص. لا يختك، تبارك الله عليك. مجدة، تنسيب دورك بطبيعة الحال، شنو يمكن لك تقول لنا من جيبة اللي عشتي؟ أكيد أنك شقيتي العائلة، شقيتي بلادك، شقيتي أنك ترجعي لحياتك طبيعية كيف ما احنا كاملين، ولكن في نفس الوقت احنا واحد الظرفية اللي هي استثنائية غادي تدوز. فشنو هو الميساج اللي تقدري أنك تقوليه، كونك أنك واحد الإنسانة اللي فنانة كتشتغلي بواحد نوع من الإبداع، محتاجة لأنك تجددي الطاقة ديالك، تكوني دائما في وسط مريح باش يمكن تعطينا دي موديل زوينين، كنتمنوا ان شاء الله. الوغ شنو يمكن لك تقولي لنا؟ دونك اللي بغيت نقول، انا كنحيي الشعب المغربي كله من راس حتى الراس، وكنحيي السلطات اللي تبارك الله دارت اكثر من خدمتها. كان الحمد لله في هذا الظرف وفي هذا الشيء اللي دزنا به، عرفنا المستوى التوعوي ديال المغاربه ديالنا بشكل عام، من كبير ومن صغير، فكنحييهم على التصرف ديالهم، على الانضباط ديالهم،
وكنقولوا اليوم ان شاء الله هذا الشيء محنا وغادي يدوز، وكنشجعوهم انهم يزيدوا يصبروا ويزيدوا يضامنوا بيناتهم، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وكنتمنى انني نتلاقى ونرجع للمغرب ونزيد نتلاقى مع الحباب ونتلاقى معكم كلكم ان شاء الله، ويكون هذا الشيء كله فتره ودوزناها في حياتنا ان شاء الله، اللي غادي تعطينا شي حاجه بوزيتيف اسبيرون بيان للواحد ملي غايجلس مع راسه وغايحط شنو هما النقاط السلبيه وشنو هما الايجابيه، يحاول انه يطلع اكثر ايجابيه ويحاول انه يستافد من هذه الفتره اللي جالس فيها ويخرج بشي حاجه اللي غتفيده من هنا لقدام ان شاء الله. الله يعطيك الصحه لالا نزهه. في الختام كنصيحه، دوزنا رمضان قاصح شويه، العيد كذلك، الوغ شنو نقدروا نديروا باش نرجعوا شي شويه التوازن النفسي ديالنا، خاصه وانه حنا دابا عايشين على امل انه ان شاء الله من هنا ل 10 جوان غيكون يعني واحد تخفيف، يعني غتكون كنتمنوا انه يكون اخر تمديد، نبداو شي شويه كنديكونفيناو ايطاب باغ ايطاب، ماشي غيتفتحوا جميع الاماكن وننتقلوا من مدن الى غير ذلك، ولكن على الاقل غيكون بدا واحد البسيط ديال الامل انه غادي نقدروا نرجعوا لحياتنا. انا شخصيا بغيت نمشي غير قدام البحر، توحشت انني نجلس قدام البحر. عطينا شويه الانتعاش انا للذات النفسيه، الوغ شنو غادي باش نصحينا في الاخر؟ انا غادي نقول، ومني تن نلقي الكلمه على شي حاجه غادي نطلق من نفسي، نقول الالغاء اللي جابيه كورونا ديال بزاف الحويجات، راه ماشي بزاف الحويجات اللي يكونوا كانوا مزيانين في حياتنا، لكن هاد كورونا كذلك ما نساوش راها جات بالايجابيه، جات بالمراجعه النفسيه، راه ما كاينش شي واحد اللي ما راجعش نفسه، تراجعوا نفوسنا مني تنقصيو شي حاجات، راجعوا نفوسنا. انا غادي نقول لكم باش راجعت نفسي، كي تنقول مع راسي وزعما المانيكور ما درتهاش شحال هادي، زعما واش غيوقع، زعما صوبت ضفاري وهذا ونقيتهم، زعما ما فهمت، زعما اذا لاحظوا معايا على اننا تيمكننا نلغيو شي حويجات اللي هما يمكن لنا نعيشو بلاش. انا هضر على في الديكونفينمون، حنايا في الحياه سميتها اونتر بارونتيز العاديه، ما راه كلشي عادي وكلشي ماشي عادي، في الحياه العاديه حنايا تنبقاو نديرو هادي خص هادي وخص هادي وخص هادي وخص هادي وخص هادي، وتنقولوا لا 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 هادشي بزاف على هاد لو ستريس، والنهار ما تيقدرش، ولكن شكون اللي دارو؟ راه حنا. اذا هاد كورونا خلاتنا نعيشو ببساطه، هاد كورونا خلاتنا نلغيو بعض الحوايج اللي هما، انا غادي نعطي مثال غير في العراسات، انا جاو عندي 3 كوبل داروا جلسه نفسانيه، بيان سور ايفيدامون شاك كوبل 3 كوبل اللي تزوجوا هاد كورونا، هاد تزوجوا مع اب وام وابوهم 3 كوبل، علاش جاو؟ واش هادشي اللي كنديرو صحيح ولا ماشي هو هذا؟ واش هادشي تنزربو فيه ولا ماشي تنزربو فيه؟ لاحظوا معايا على ان السيد ملي جا تيقول لي انا لغيت عليا داك لاله حفله والكريديات، وكنت غادي ندير واحد الحاله ماشي في طاقتي. كاينك من غير الزواج كاين لي العزاء، لاحظوا معايا العزاء ما بقاش فيه فهاد فترة كورونا، الليلة الأولى والتخيطر الثاني والثالث والجلالب وكل شيء خبر. ولا العزاء ديال المظاهر المكلفة كلها اللي كنشوفوها حينات مع كورونا. وديال العزاء ديال البساطة، ولات الجنازة فيها صدقة حيت ما كاينش طبالي وما كاين حتى حاجة. إذن لاحظوا معايا على ان كاين شي حوايج حنايا مفوتين فيهم مع عروسنا ورجعناهم عادات وتقاليد، الوغ كو هما راهو متقلين على كتافنا، راه داروا لينا الضغط، ولا سيما ما نساوش على ان كاينين الناس كيمشيو بلي في ميغوار، دار لاخر خصني ندير انا، دار لاخر ندير انا، وكنتشكى او ميم طون كنتشكى. إذن انا تنقول اجي ناخذوا الايجابيات من هذه المحنه ونخرجوا بها بالبساطة، وأنا كان حمق على واحد الحاجة سميتها العيش بالبساطة، وعلاش لا؟ ومن بعد غير الصحة وغير الضحكة، شوف تبارك الله أنا تنشوف فيكم الضحكة، غير الضحكة غير التجمع، إذا حتى شي حاجة ما يمكن لها تلغي لنا المحبة اللي عندنا
اتجاه الآخر، ما هي لا تجمعات ولا تعناق ولا حاجة. شوف الحمد لله اللي ما غيبقاش تعناق بزاف، الحمد لله الحمد لله اللي ما غيبقاش تجمعات بزاف، الحمد لله اللي ما نبقاوش غير مندفعين بلا قياس. إذن أنا ما سخيتش بكم كذلك، وتنشكر بزاف للا سكينة على هذا اللقاء الرائع اللي لقاتني بهذا الوجوه الغزالة، اللي عطاتني طاقة أنا، وتنحييكم من بلادكم المغرب، وإلى فرصة إن شاء الله مقبلة نتلاقاو بعاد الخير إن شاء الله بإذن الله. بصراحة أنا ما سخيتش بكم بزاف، كان بغي أشكركم جزيل الشكر على المشاركة الطيبة، وكانت بصراحة حلقة استثنائية. أنا شخصيا استمتعت بها بزاف، وحسيت براسي كأنني مع صديقات كناخدو قهوة أونسومبل وكنتناقشو فعلا بداك المعنى اللي كنا تمنينا من الحلقة، وأننا نعطي واحد البسمة ديال الأمل في نفس الوقت نتقاسمو بعضياتنا مشاعر اللي عشناها. فشكرا جزيلا لكم، كان بغي نتوجه بالشكر الكبير ليك للا إكرام بيلانوفا على حضورك معنا، وعلى كاع هاد المعلومات اللي تقاسمتيها معنا، وعلى ايضا تلقائيتك في الدردشه. شكرا جزيلا لك، واكيد ان شاء الله نتلاقاو فرصه قريبه، والا جيتي المغرب ضروري 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 نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. بكل شرف، بارك الله فيك. قهوه ديال سكينه. نعم لالا، قهوه ديال سكينه، نتلاقى بالقهوه ديال سكينه على راسي وعينيا. نتلاقاو مجموعين. شرف ليا، شكرا لك بزاف. شكرا لك، ليا الشرف انني كنت معكم، وانني تعرفت كذلك على الدكتوره ديالنا وعلى مجده. ليا الشرف، وان شاء الله كنتمنى نتلاقاكم في شي فرصه ان شاء الله اخرى. شكرا جزيلا ليك. انا سعيده وانني تلاقيت معكم، تبارك الله عليكم. نشكرك بزاف، جزيل الشكر. بطبيعه الحال كانت معنا مجده الجندي، مصممه ازياء اللي كتعيش بتركيا. شكرا جزيلا ليك، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو قريبا باذن الله. مجده ترجعي ان شاء الله بالسلامه والعافيه، ونشوفو قريبا باذن الله، وكنتمنى لك التوفيق، ونتمنى انك تكوني ان شاء الله موفقه في هذه الرحله اللي بديتيها، واللي كانت يعني كتشمل تضحيات كبيره وانا عارفه لا ميسيون ديال ميد غاديو ان شاء الله. ان شاء الله، مرحبا بك ان شاء الله. انت عارفه بانه الباب ديما مفتوح ليك، مرحبا بك. كنشكر ايضا لالا نزهه الخميري، معالجه نفسيه. شكرا جزيلا ليك لالا نزهه، دائما اللقاء والدردشه ممتعه وزوينه بزاف معاك، لهلا يخطيك ان شاء الله. نتمنى فرصه قريبه، وضروري ضروري ضروري مورا الكونفينمون ضروري 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 نتلاقى ان شاء الله باذن الله. غير يقولوا اليوم دي كونفينمون قد نتلاقى كنزه. شكرا جزيلا على عيني، مرحبا. كنشكركم جزيل الشكر على المشاركة الطيبة، وكان لقاء ممتع جدا. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، كنتمنى أن حلقة اليوم الإحساس اللي عشتوا فيها يوصلكم، لأنه كان إحساس خاص واستثنائي مع السيدات اللي تكلموا بكل تلقائية. فكنتمنى أنه حلقة اليوم تعجبكم من برنامجكم الواقع هو هذا، اللي من خلاله عشنا أحاسيس الغربة خارج البلاد وداخل البلاد في ظل أزمة كورونا. شكرا جزيلا لكم أوفيائنا، وأعود وألقاكم في عدد جديد. كنشكر أيضا كريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الإخراج ديال الحلقة وفي تنسيقها. أيضا كنشكر إسماعيل الكحلاوي ويونس. أيضا كنشكر جميع الزملاء اللي تيديو يضلع معنا. شكرا جزيلا لكم، أمسية سعيدة، كنتمنى لكم الخير من كل قلبي. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى.